مصر تنجم تكمل وقتها تكمل المنافسه كما تراو تو على الصوره باش يتم يعني بعد الحين البطل التونسي وبطبيعه الحال عصام البرهومي بعد يعني تتويج وبالضربه القاضيه توجت الملاكمه التونسيه غفران عبد اللاوي على حساب رجل زعفوري. توا باش ننطلقوا في القمة، نجم نقولوا قمة السهرة، سهرة الأبطال أصدقائي المشاهدين اللي تجمع بين التونسي عصام البرهومي وسيباستيان دينو اللي هو روماني. والآن من رياضة التيكيوان ننتقل إلى رياضة السافات برو، بطولة العالم للملاكمة الفرنسية المحترفة، أصلها فرنسية هذه الرياضة كما تراو حاليا. دخول الحلبة الروماني على طريقته الخاصة، يعطي ممكن بعض الحركات البهلوانية ببي قوسين، يحاول حتى في بعض الأحيان نعرف ونتفرج ونتذكر محمد علي كلاي ونتذكر تايزن وقت اللي يعمل لك يعني في الحلبة بعض من الحركات اللي يستفز بها المنافس ممكن يخرجوا من اللعبة. لكن لا يا روماني، لا يا سيباستيان البرهومي، عنده تاريخ وعنده التجربة متاعه ويعرف الحركات هذه كما تراو فيها على الصورة، وكأنه يعني البرهومي كالأسد فوق الحلبة ينتظر ضربة البداية والانطلاقة. التحكيم باش يعطي إشارة الانطلاقة بعد لحظات كما نراو، نعود نذكروكم أن هذه المواجهة باش تكون بطولة العالم سافات برو ماهيش الكيوان، توا هذه هي البطولة العالمية ولتكون تونسية. يا برهومي لو تحرز على هذه اللقب، لو تحرز على هذه البطولة، نظرات النجم نقولوا قوية فيها نوعا من الحدة من البرهومي إلى الروماني كما تشاهدوا، حتى المدرب زوز مدربين بطبيعة يحاولوا يعطيوا توصياتهم، نلعبوا من أجل المنافسة من أجل التتويج، لكن تبقى ديما قوانين الروح الرياضيين حاولوا نحترموها. كما تراو الروندة الأولى ستنطلق أصدقائي المشاهدين، ركزوا برشا مع البرهومي، ركزوا برشا مع الحاجة اللي تميز البرهومي، ونعرفوا في الديريكت كروشيه، ونعرفوا في اللو كيك، ونعرفوا زادة الراوند كيك اللي يتميز به البرهومي البطل التونسي اللي يبلغ من العمر 45 سنة بركة وما زالت البركة، إن شاء الله يمتعنا ويسجل زادة في هذه الليلة وهذه السهرة اللي تصورها يعني قناة نسمة، كاميرا نسمة اللي متواجدة هنا من أجل إيصال الصورة لكل مشاهدينا الكرام. تنطلق الروندة الأولى والجولة الأولى، ركلات حاليا من البرهومي وكذلك نفس الشيء لسيباستيان باليسار، ثم يلا يا برهومي وين الوحدة باليمين مملية كما نعرف هنا، واللكمة اللي تكون باليد اليمين واليسار. يهاجم حاليا الروماني سيباستيان، يقدم يحاول يقول لك نحاول ندخل إرباك لنوعا ما للبرهومي، لكن كما حكينا البرهومي اللي هو عنده يعني البطولات وشارك مع برشا أبطال، مع برشا ملاكمين اللي عندهم قوة جسدية، وهي الركلة حاليا من الروماني ثم لكمية مسترسلة قاعد يخدم بالنسبة للحاليا نشاهدوا فيها الروماني راوند كيك يستعمل برشا، الساق يزم يتحضر صحيح قاعد توا يعطي في لكميات لكن ينجم ينسيه يعني في الساق ويستعملها. هاي حاليا الركلة بدات توا تظهر عليه سيباستيان شنو اللي يميزه، لكن نقول لك تفرج فيك برشا البرهومي ويعرفك. يلا يا برهومي يهاجم، يحاول باش يسيطر، لكمة أولى ثانية باهية على مستوى الوجه، باهية القبضة الحديدية الأخيرة على مستوى الوجه. هاو بدا يتراوج وحايد، بدا يتراوج الروماني وبدا يعدله الحكم. يعني يكمل يعني العدين وما يكملش بالنسبة للروماني، ونعرفوا البرهومي يمتاز بالضربات القاضية، يمتاز مشاهدين الكرام بالضربات القاضية اللي هي نجم نقولوا قبضة حديدية وقت اللي ياخذ راحته يعني تمشي، نفسروها حتى اللي يشاهدوا فينا تمشي البنية مملية على مستوى الوجه، وقتها تعمل تأثير سلبي وتعمل برشا حاجات خايبة على الملاكم المنافس. هذا نحبوا عليه، نحبوا توا اللكمات تاع البرهومي تظهر، واحدة خرجت على مستوى الوجه، توا نستنوا الثانية اللي ممكن تجيب هي الكاو او الراو. حاليا الروماني مازال يتحرك، مازال يتنفس، ثم يعطيه ركله باليمين يزيدوا باليسار، ثم ينتظروا البرهومي او ينوع له يعني تو على مستوى البطن وعلى مستوى الجانب البطن كما تشاهدوا. حاليا الروماني يحاول يقدم، يقول لك جاتني يعني لكمه باهيه، جاتني بونيه بلغتنا التونسيه على مستوى الوجه مليانه، وريني حرارته يعني حراره يديه عصام البرهومي. نحاول تو نهاجم ما نخليش فيه الفرصه، او يقبل تو اللكمات الروماني سيباستيان،
ثم قاعدين نشاهدوا في البرهومي يلا شنو اللي صار. الراو توا في سيباستيان روميني قريبه منا برشا راهي الحلبه، خاصه انه طاوله التعليق يعني قريبه من خشبه او من الركح، ركح الحداثه الركح اللي يحتضن هذه الكومبا هذه المنافسه، وكانه يعني بالروميني قاعدين نشاهدوا حتى في اثار اللكمات ولا الركلات على مستوى بطن سيباستيان. شنو اللي صار؟ شنو اسكو يكمل يعني سيباستيان او يسلم امره ويكون الفوز تونسي ويكون التتويج تونسي؟ ننتظروا مشاهدينا الكرام، نعاودوا نذكركم انه توا يعني بوكس فرونسيس قاعدين نشاهدوا في سافاتا برو في هذه الليله بعد ما شاهدنا الكيوان، توا باش تتواصل الروندا وتتواصل المواجهه. الحكم من جديد دخل نقطه تنظيميه من جديد، هل يواصل الروماني؟ وكان وانا قاعد نشاهد فيه ممكن اقرب حتى على مستوى التعليق، فما تاثر كبير برشا في اللكمه اللي خذاها الاخرانيه من البرهومي. البرهومي يعني ركله على مستوى البطن ثم لكمه كما تشاهدوا حتى على الصوره، يحكي معاه الطبيب نتاعو يسال فيه تنجم تكمل والا لا. هذا اللي باش نعرفوه بطبيعه في هذه الجوله، وكما تراو يعني طاقم تحكيم اصدقائي المشاهدين فرنسي لاداره هذه القمه وهذه النسخه من بطوله العالم سافاتا برو، وهذه البطوله هي بطوله عالميه للملاكمه الفرنسيه المحترفه معتمده من الاتحاد الدولي للملاكمه الفرنسيه وبحضور رئيس الاتحاد الدولي الفرنسي، خاصه وانه عديد الوجوه الرياضيه اللي تحضر. هذه باش نراو شنو قرر سيباستيان، شنو سيباستيان مازال في التسعير في البرهومي، راه مازال ممكن مازال التكريم في اكثر حاضره تونسيه، ومازالت ممكن الاكلات اللي باش نراوها. شنو اللي صار؟ يبدو لي باش يكون تتويج تونسي ما ينجمش يكمل المباراه، وكذلك كما قلنا يعني بالضربه القاضيه بالكاو ممتاز تونسي، مبروك لتونس مبروك لرياضه سافاتا برو، تتويج تونسي على مستوى العالم، الاحراز على البطوله برافو لعصام البرهومي 81 كيلوغرام يعاود يسجل اسمه من ذهب في تاريخ هذه الرياضه وفي تاريخ وفي عالم الحلبه. كما قلنا غيرنا الايقاع من عالم المستديرة الصغيرة ومن عالم كذلك المستطيل الاخضر هذه المره الى عالم الحلبه، عالم الركح، عالم الخشبه، عالم اللكمات، عالم الركلات، فيها برشا يعني حاجات اللي نجموا نضيفوها في هذه الرياضه. كما قلنا يعني باش يتم تسليم التكريم بالاحرى السنتيغ يعني للتونسي عصام البرهومي، مفرح الجمهور اللي قاعد حتى يتفاعل هنا في قاعه دمرت وقاعد يلا يا برهومي يلا يا برهومي، الجمهور معاك الجمهور معاك تونس معاك. تتويج جديد يعني باش يكون رسمي بعد حين، طاقم تحكيم فرنسي هو اللي باش يعلم بفعل الفائز. كما تراو حاليا يحاول يحتفل على تاريخه الخاص، كما تراو على الصوره ولده بالطبيعه ما كانش من ولده يحتفل معاه لولو، علاش لان تونس الخليفه خليفه عصام البرهومي على مستوى هذه الرياضه وهي رياضة أصدقائي المشاهدين كما قلنا سافاتا برو العالمية وهي أصلها نسخة فرنسية. يحتفل مع ولده اللي هي الصورة هذيا باش تبقى تذكارية للبرهومي للولد البرهومي، وعلاش ليه تكون أسماء كثيرة وعديدة خاصة مورينا حتى في التيكي وان أسماء باش تكون نراوها يعني يوم ما في الأيام القادمة اللي ترفع درافو الغالية درافو الحمراء وبيضاء في سماء تونس وفي سماء وفي كل بلدان العالم في تونس في داخلها وخارجها. كما تراو توا باش يتم يعني تكريم البرهومي اصدقائي المشاهدين رسميا هو بطل العالم لرياضه السافاتا برو على حساب الروماني سيباستيان دينو. مبروك لتونس، تتويج جديد لتونس على مستوى بطولة العالم سافاتا برو. كما تروى الفرحة على وجه البرهومي والفرحة كذلك على الجماهير التونسية اللي حاضرة لهنا، يعني كل قمة على الروماني. كان معكم في التعليق على هذه